والعدالة الاجتماعية. تحية لكل السادة الأساتذة، نخبة وزبدة المجتمع، تحية للمربي الأجيال، تحية لأصحاب الوزر البيضاء، أصحاب المعرفة والعلم الذين يحاربون الجهل بمختلف أشكاله. تحية الصمود لكل الأحرار من إطارات سياسية نقابية حقوقية. تحية لمجموعة من فعالية المجتمع المدني. تحية لكل من في قلبه كرامة، ولكل من في روحه كبرياء، ولكل من ينبض بحب الشعب وبحب تلك الصفات التي دائما ما كانت ملازمة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. هؤلاء أساتذة ينظمون شكلا احتجاجيا بعد القمع والتعنيف الذي شاهده الشعب المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ينددون بالتحرش، ينددون بالبلطجة، ينددون بالمنع من السفر، ينددون بالقمع، ينددون بالمنع من المبيت في الفنادق العمومية، ينددون بكل الأشكال التي أرادت أن تمنعهم من الاحتجاج، لكنها زادتهم ثباتا وصمودا، وزادتهم يقينا على أن النصر قريب، وعلى أن التعاقد سيسقط. والآن هذه هي بوادر لسقوط هذا المخطط المشؤوم الذي فرض على المغاربة ولم يفرض على الأساتذة فقط. قبل أن أسلم الكلمة للمنسق الإقليمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، سأحيي مجددا كل من جسد هذا الشكل. لكافة شهداء الشعب المغربي وعلى رأسهم شهيد القضية أبونا عبد الله حاجلي الذي اغتيل على أيدي حوار القمع بالرباط. الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. تحية نضالية لجميع الإطارات النقابية